الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم وأبارك على سيدي رسول الله الصادق الوعد الأمين ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم. أما بعد، الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الأولين والآخرين سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأغرار الميامين وعنا بهم إلى يوم الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يرضيك عنا. حياكم الله إخواني الكرام في هذا المجلس الخاص بقراءة كتاب المختصر اللطيف في الفقه المالكي، وهو بيان في الصلاة، وهو لمصنفه كان الله له زياد حبوب أبو رجائي. وهو في كتاب الصلاة المنقولة عن أهل المدينة بتقريرات الإمام مالك وأصحابه. المقدمة. أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها، قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. وعن أم فروة، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله وذكر الأعمال فقال: إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها. وقال المصنف رحمه الله: والصلاة فرض عين، وحكمه الثواب بالفعل والعقاب بالترك والعصيان في التهاون والكفر بالإنكار. ولعظم شأنها فإن الشرع لم يسقط من حياة المسلم بأي حال كان، سالما معافى أو كان مريضا فمستلقيا أو مضطجعا أو بالإيماء بالعينين أو في حالة المشقة كالسفر، خفف فيها ولم يسقطها إلا لحائض لأصل خلقتها، ولذا عوضها بقضاء الصيام، ولم يأذن بتركها حتى في زمن الجفاف ولا في زمن الحرب وغياب آلته من الماء المطلق، فجعل بديلا له الصعيد الطيب، فالتراب متوفر ويعيش بجانبه. ثم في زمن الحرب لم تخل التكاليف، فكانت صلاة الخوف كذلك، وحتى لو استحكمت بالمسلم آفة النسيان أو نوم فوقتها وقت تذكرها، ويكفيه إثم تارك الصلاة. اختلاف الفقهاء في كفره. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وتنقسم الصلاة إلى أقوال وأفعال تدور على خمسة أشياء: قيام وركوع وسجود وقعود وأذكار، وتندرج كلها تحت شرطين: شرط صحة وشرط كمال. وشرط الصحة تحت نوعين: واجب بشرط كالفرائض الأركان والمبطلات مبطلات الصلاة، وواجب بلا شرط وهي مكروهات الصلاة.
ثم شرط الكمال ينقسم إلى سنة ومندوب ومستحب. وقد طلب مني كثير من المحبين بيان الصلاة المنقولة عن أهل المدينة بتقريرات الإمام مالك وأصحابه، فاستخرت الله تعالى بذلك، وكان الأمر مختصرا على ما ترون لشرحي الموسع على كتابي صفة الصلاة، مع شيء من فقهها شرحا متوسطا، وسميته المختصر اللطيف على مذهب الإمام مالك، تيمنا بصنيع العلامة الشيخ عبد الله با فضل الشافعي الحضرمي المتوفي سنة 918 هجري رحمه الله في الفقه الشافعي. وهذا الكتاب في بيان أركان الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها، والله أسأل الإخلاص والقبول، وأن يكتب له الدوام بتحقيق الآمال لكل سالك أحب مذهب مالك. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله تعالى. سنة الإقامة. ينبغي على المصلي إقامة الصلاة، وهي سنة على الكفاية لكل فرض، سواء أداء أو قضاء فات وقته، وهي سنة خفيفة كالمندوب. قال في المدونة من صلى بغير إقامة عامدا أو ساهيا أجزأه ويستغفر الله العامد. وصفتها أن تكون معربة الجمل، أي لا يسكن آخرها كالآذان، وغير مثنات الجمل إلا التكبير، فإنه يذكر مرتين، لما رواه مسلم: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال مالك: هذا ما أدركت الناس عليه، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، أي في المدينة المنورة. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فلا توقيت. قال مالك: فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس. ولفظها: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ولا يقال أقامها الله وآدامها حين قوله قد قامت الصلاة، خلافا للشافعية، فقد ورد فيه حديث، ولكن في صحته نظر لوجود راو مجهول، لذا لا توصف بالبدعة كذلك. أولا، النية هي العلم السابق لعمل لاحق، أي خلق فهم مسبق داخل النفس يفيد الإرادة والعزم والقصد، وهي عقد القلب على إيجاد الفعل جزما، وتوجه النفس نحو العمل. ولاعتبارها من الأركان، فلشبهها بالفرائض لعدم صحة انفكاكها عنهم، فلا نعقل وجود نية الصلاة منفكة عن جزء من الصلاة الذي لا يعتد به دون بقية الأجزاء، وإنما تكون نية عند اقترانها بالفعل، فإن تجردت عن الفعل كانت قصدا. ودليلها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله،
مخلصين له الدين حنفاء. وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات، فإن قوله مخلصين حال، والحال يكون مبين لهيئة وقوع الحدث ولبيان هيئة صاحب الحال عند وقوع الفعل، ولذلك فإنها سميت حالا لاقترائها بحدوث الحدث في آن واحد. وهذا متفق عليه بين الأربعة بأن الصلاة لا تصح بدونها، إلا أن الأحناف والحنابلة اعتبروها شرط صحة، ولقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولغرض تحقيق انعقاد النية في محلها سواء كان شرطا أو سببا، فيجب تعيين رتبتها ووقتها، كأن ينوي مريد الصلاة فرض الظهر، كما أن الوقت الذي تصلى فيه كاف في تعيينها، فيجزئ القول أصلي الظهر ويجزيه فرض الوقت. كذلك إذا كان يصلي في الوقت ومن ظن الظهر جمعة، فالمشهور أنه يجزئ، لأن شروط الجمعة أخص من شروط الظهر، ونية الأخص تستلزم نية الأعم، بخلاف العكس من ظن الجمعة ظهرا. ويجب تعيين رتبة السنية في صلوات السنن كالوتر والعيدين وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء وسنة الفجر. وأما النوافل كالضحى والرواتب والتهجد وتحية المسجد فيكفي فيها نية مطلق النفل، كأن يقول نويت الصلاة. ويجب نية إمامة للإمام في كل صلاة تتوقف صحتها على الجماعة كالجمعة، وجمع الصلاتين المغرب والعشاء ليلة المطر بشرطيها، وصلاة الخوف وصلاة مستخلف بنية الإمام عند خروجه من الصلاة، ينيبه الإمام عند خروجه من الصلاة لعذر شرعي كالطهارة للصلاة لا للخطبة، ومحلها في أول الصلاة. ويجب نية اقتداء المأموم بإمامه، فينوي المأموم متابعة الإمام وتكون في أول الصلاة، واتفاقا بين الأربعة بلزوم الاقتران بينها وتكبيرة الإحرام. ومحل الخلاف بين الجمهور والشافعية في جواز التخلف اليسير ولو بلا استصحابها، فإذا سبقت النية الصلاة بزمن طويل فإنه مبطل لها، فإن توضأ ودخل في الصلاة بعدها دون أن يأتي بمناف للصلاة فتصح، وإن تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام بطلت مطلقا اتفاقا بين الأربعة. وجاز التلفظ بالنية والأولى تركها، فإن تلفظ بها فواسع، أي يجوز مع الكراهة في حال السلامة من الوسوسة، ففي المواق ويستثنى الموسوس، فيستحب له التلفظ ليذهب عنه اللبس وهو المعتمد. ونية الأداء تنوب عن نية القضاء، وعكسه على ما قاله البرزلي من أنه المذهب وظاهره. وعزوب النية وذهابها من القلب بعد استحضارها عند تكبيرة الإحرام غير مؤثر في صحة وإجزاء الصلاة. ورفض النية وكذا القطع أو التردد فيها مبطل لها، ولا ينتظر الخروج فعلا من الصلاة،
لأن عمل القلب يبطله عمل قلبي مثله. ثانيا، تكبيرة الإحرام فرض في كل صلاة كانت فريضة أو نفلا وإن مأموما، ولا يحملها عنه إمامه، وتدرك الركعة بها عند الجمهور بخلاف المالكية، فتدرك بركعة كاملة بسجدتيها. ومن شروطها يتعين لفظها ومعناها وترتيبها ولغتها العربية. وحجتنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وهي متعينة بهذا الترتيب بأن يقدم لفظ الجلالة على أكبر، ولا يفصل بين لفظ الجلالة وأكبر بكلمة أخرى أو بسكوت طويل، وأن تكون باللغة العربية فلا يترجمها إلى لغة أخرى ولا بمرادفها في العربية أو بمعناها. ويجب تحريك اللسان بها، ولا يشترط أن يسمع نفسه خلافا للجمهور. ويستحب مد الألف بعد اللام في لفظ الجلالة الله إلا لإمام، فيكره لئلا ينتهي المأموم منها قبله فتبطل صلاته. ومبطلات تكبيرة الإحرام ومبطلات تكبيرة الإحرام مد همزة الله حتى يصير مستفهما الله، ومد باء أكبر لتغير المعنى أكبر، وتشديد راء أكبر لإخلال في تعيين لفظها، والفصل الطويل بين الله أكبر، والجمع بين إشباع الهاء من الله الله وزيادة واو مع همزة أكبر الله أكبر لظهور صورة الضمير فيها هو. واقتران تكبيرة الإمام واقتران تكبيرة المأموم مع تكبيرة الإمام يبطل الصلاة سواء ختم قبله أو بعده، فإن سبقه الإمام ولو بحرف صحت، وإن ختم معه أو بعده لا قبله، ولو كبر القادر في غير محل القيام فصلاته باطلة، وكذا لو كبر مسبوق راكعا إلا أن ينوي بها الإحرام فقط. ويندب رفع اليدين عند التكبيرة حذو المنكبين والمشهور إلى الصدر، وتكون ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، رواه أشهب عن مالك، وإليه مال سحنون، وقال بأن بطونهما إلى الأرض على صورة الراهب. ويكون اقتران الرفع مع التكبير، أي حين شروعه في التكبير لا قبله، وينتهي قبل أن يرسل يديه، وتكون الأصابع ممدودات مضمومات. ثالثا، القيام لتكبيرة الإحرام، وهو فرض لغير المسبوق، وألا يكون منحنيا فيشترط الاستقلال، فلا يصح قائما مستندا على شيء، لو أزيل لسقط المصلي خلافا للشافعية. ويكره تغميض العينين خوف اعتقاد وجوبه، إلا أن يكون فتح عينيه يشوشه ويشغله فيجوز بلا كراهة. ويكره مداومة وضع بصره في موضع سجوده فقط، بل ينظر إلى جهة القبلة خلافا للجمهور. ويكره وضع قدم على الأخرى لأنه من العبث، وكذا الذي يراوح رجليه في الصلاة.
ويكره تفريق القدمين أي توسيعهما على خلاف المعتاد. وعند الشافعية بما لا يزيد عن شبر، والأحناف كذلك قدر 4 أصابع. ويكره قيامه منكس الرأس، بل ينتصب بالرقبة مع فقار ظهره وانتصاب ساقيه بالفريضة. أما بالنافلة فيجوز للمتنفل الجلوس في الصلاة ابتداء وفي أثنائها أو بعد إيقاع بعضها من قيام كذلك. ويندب في القيام إرسال اليدين بوقار، ويسمى السدل على الجنبين، وهو المشهور في المذهب المالكي خلافا للجمهور في الفريضة، لأنه عمل أهل المدينة. وأما في صلاة النافلة فيقبض يمينه على كوع يساره ويضعها تحت الصدر، كما قال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة، وهو المعتمد. وأدلة السدل عند المالكية من الأحاديث النبوية وعمل الصحابة وعمل أهل المدينة، وليس لعمل أهل المدينة فحسب، وإنما العمل عندنا من أول المرجحات وليس دليلا مستقلا. وحقيقة القبض هو رفع لليدين عن مكان أصلهما وهو الجنبين، ولأن أصل خلقة الإنسان في القيام هو إرسال اليدين، فلم تذكر في الأحاديث استصحابا لأصلها، فلا تحتاج إلى ذكر ولا لدليل. فكراهة الإمام للقبض وموجباتها كما يلي: أولا، للأحاديث المجملة والمعلولة. أولا، أنه اعتماد وهو منهي عنه، كما في الحديث الصحيح نهى صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه، وفي رواية نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو معتمد على يديه، وإسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة، وإن كان في السلام فعلى قاعدة أنا عند الأصوليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وثانيا، نفي مطلق الرفع، فالأحاديث كلها تنفي مطلق الرفع أو تنفي مطلق الرفع بعد الإحرام، فمنها على سبيل المثال لا الحصر. عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعها حتى ينصرف. وعن عاصم ابن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. وعندنا فزيادة الثقة مرجح لعدم تعارضها مع العمل عمل أهل المدينة. ثم عند المالكية كل أحاديث القبض معلولة بعلل حديثية لا تخفى مما يقدح في صحة الاحتجاج، وإن كانت صحيحة بمجموعها كشاهد وبما فيها حديث البخاري ومسلم. حتى البخاري لم يجزم بحديث القبض، وتبويبه وتقديم رواية القعنبي عن مالك لا تفيد شيئا، فقد ذكر رواية شيخه إسماعيل المرسلة وهي مظنة الضعف، وقد تركها مالك في آخر قراءة للموطأ على يحيى الليثي كذلك. ومن أراد المزيد من الأدلة فيرجع لكتاب صفة الصلاة. ثانيا، من عمل الصحابة، قال عبد الرزاق في مصنفه وهو ثقة:
ورأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه. وعنه قال وعنه عن عبد الرزاق في مصنفه أنه قال: أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج وعليه فقضيته أن أبو بكر كان يزدل والرسول كان يزدل. ثانيا، وثبت أن عبد الله بن الزبير كان يرسل في الصلاة، وقد قال ابن عباس: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير. وقضيته كان رسول الله يرسل يديه. ثالثا، حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام المتحدي. قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. قالوا: فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فأعرض. فذكر الحديث. فقد ذكر في كل الروايات عنه موضع الكفين في كل محل في الركوع والسجود والجلوس والتشهد إلا محل القيام، فالمقتضى قائم. فلو كان القبض من سننها لذكره، وقد سكت عنه لأنه استصحاب للأصل فلا يحتاج إلى ذكر، فلا يعني هذا إلا استصحاب الأصل فيها، وإلا سقط التحدي. كما أن سعد بن سهل الذي روى له البخاري حديث القبض كان أحد العشرة ولم ينكر عليه، وهو راوي حديث القبض في البخاري. ثالثا، عمل أهل المدينة، وهو الأهم في هذه المسألة بالنسبة للمالكية. فإن ثبت هذا من عمل أهل المدينة فقد تجاوزنا كل الأدلة، لأنها لا تقبل أي معارضة لعمل أهل المدينة وإن صح السند. فقد ترك الإمام مالك كثيرا من الأحاديث، ذكر نحو 70 كما ذكر ابن حزم، وذكر السيوطي نحو 60 حديثا في الموطأ لم يعمل بهما. أولا، للإمام مالك 900 شخص، ثم قال عن القبض: لا أعرفه دليلا. ثانيا، ونقل هذه الكراهة عنه ابن القاسم وابن وهب، كما في رواية ابن القاسم في المدونة ورواية ابن وهب في أحكام القرآن للطحاوي بسند صحيح. قال الطحاوي: فأما مالك فكان يذهب إلى كراهية ذلك في الفرائض وإلى إباحته في النوافل عند طول القيام. وهذا النص كما ذكره ابن القاسم في المدونة كذلك. قال الطحاوي: حدثه بذلك يونس. قال: حدثنا ابن وهب عن مالك بذلك. وقال يونس: وخالفه فيه ابن وهب فاستحبه. الذي استحبه ابن وهب وخالف فيه شيخه مالك وعليه. فلم ينفرد ولم يتفرد ابن القاسم عن مالك بكراهة القبض، وقد كان ابن وهب يقول: إذا أردت هذا الشأن يعني الفقه عند الإمام مالك فعليك بابن القاسم، فإنه انفرد به وشغلنا بغيره. وقال يحيى الليثي: وقد كان يذهب لابن وهب
فيقول له ابن القاسم: اتق الله، فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل. ثالثا، وقد سئل مالك عن رجل كان يستند ويقبض في صلاته، وهذا شاهد أن المعهود في أهل المدينة غير ذلك، وإلا لما سألوا، ولما سألوه حتى استغربوا. رابعا، وروى أبو زرعة في تاريخه قال: حدثني عبد الرحمن ابن إبراهيم عن عبد الله بن يحيى المعافري عن حيوة عن بكر ابن عمرو أنه لم يرى أبا أمامة يعني ابن سهل واضعا إحدى يديه على الأخرى قط، ولا أحدا من أهل المدينة حتى قدم الشام، فرأى الأوزاعي وناسا يضعونها. وهذا السند صحيح، وكل رجاله ثقات، والأربعة من رواة البخاري. خامسا، ثم أني أرى فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في إرسال اليدين أولا على الجنبين بعد تكبيرة الإحرام وقبل وضع اليمنى على اليسرى إلا إشارة منه رحمه الله، تفيد بما رأى من عمل أهل المدينة والإمام مالك، فقام بالجمع بين الدليلين في الحكم إرسال ثم قبض، الذي خالف فيه شيخه أبا حنيفة وأبا يوسف، فجمع بين الدليلين، فكان فقهه الإرسال سنة القيام والقبض سنة الذكر. سادسا، الشافعي وأحمد رحمهم الله لم ينكرا السدل، بل ثبت عنهما بفعله، فقد روى الصباغ الشافعي في الحاوي عن أبي إسحاق المروزي في شرحه لمختصر المزني بأن الإرسال قد جوزه الشافعي في الأم، وكذلك قال المرداوي الحنبلي الذي يوصف بأنه مصحح المذهب في كتاب الإنصاف، وعن الإمام أحمد يرسلهما مطلقا إلى جانبه، وعنه يرسلهما في النفل دون الفرض. فهذه الروايات عن الأئمة الكبار الذين لم ينكروا على الإمام قوله في السدل. أقول: ولذلك لم يروى عنهما كراهة الإرسال، فرحم الله أئمة أهل السنة والجماعة، وهم يشهدون لمالك وأهل المدينة بصحة الإرسال بعدم إنكاره على أقل تقدير، وما خالفوه إلا لاختلاف مناهج الاستنباط للأحكام الفقهية، لا لكون السدل ليس سنة كما أي اختلاف آخر في كذا مسألة. والخلاف بيننا وبينهم ليس محله سنة القبض، إنما هل كان هذا آخر عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم غادر به الدنيا أم لا. سابعا، وأما تفريق المالكية بين الفريضة والنافلة وحمل الروايات على النافلة، فله وجه قوي ظاهر، إذ كيف نقل الرواة ذلك؟ أولا، فعن ابن مسعود قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي، فاستبعدوا أنه رآه في الفريضة، كونه صلى الله عليه وسلم مشى إليه وهو إمام وفي الصلاة ليبدل يديه. فالظاهر أن ابن مسعود كان يتنفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حل من الصلاة.
وعن وائل والحديث الثاني عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فكيف رآه لولا أن رسول الله كان يتنفل؟ فالمأموم لا يستطيع أن يرى إمامه من أمامه إمامه وكيف وأنه قد التحف. وأما رواية الحديث في الموطأ فلا دليل فيها على العمل به، فالقاعدة الأصولية العبرة بالراوي لا بما روى، وهذا أصل من أصول منهج الموطأ. فقد ذكر الإمام مالك كثيرا من الأحاديث قد عرضت عليه وتركها لأن راويها ليس فقيه، فهذا ضابط في المذهب في علم الحديث المالكي كذلك، لا بما روى لفقهه المسألة المنقولة. وقد بين مالك كما نقل عنه ابن القاسم وابن وهب الكراهة. ثم إعمال قاعدة إذا تعارض المكروه مع المباح قدم المكروه، وقاعدة تغليب الحاضر على الإباحة تغليب الحظر على الإباحة، وهذه منبثقة من سد الذرائع، وهي أصل من أصول المذهب. إضافة أن يقال أن منهج مالك في الموطأ رواية الصحيح المقبول التي يعمل به والتي لا يعمل به، هذا منهج الموطأ، كما صنع الترمذي بحديثين لم يعمل بهما مخالفا منهجه في سننه كما سماه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعمول وما عليه العمل. هذا منهج آخر التزمه الإمام الترمذي، والتزم الإمام مالك أنه وضع الحديث الذي يعمل الحديث الذي يعمل وإن كان صحيحا. وأخيرا، فإن قول المالكية لا بأس بالقبض في الصلاة لا يعني الجواز المطلق، فهي صيغة تمريض أي تضعيف كما قال الفكهاني رحمه الله، بل يقصد بها عند الإمام بالتحقيق معنيان: خلاف الأولى أو الإباحة، فالمباح غير مطلوب الفعل أصالة وإنما على التخيير كما هي رواية القرينين. ومن قال بالجواز فقد رجح من كيسه ولم ينقل حقيقة قول الإمام مالك في الإباحة. النقطة العاشرة، أما رواية ابن حبيب عن الأخوين فهي سماعية، بينما رواية سحنون عن ابن القاسم كتابية، فتقدم عليها لأن الكتابة إملاء حضوري، لذا فهي أثبت من النقل بالسمع. النقطة الحداش، فضلا أن راويها سحنون فهو أثبت في علم الجرح والتعديل، وابن حبيب ضعيف بل متهم على قواعد المحدثين مع الإجلال بفقهه. وقد أخذنا في كثير من بعض المسائل من أقوال ابن حبيب، لكن التحديث شيء والفقه شيء آخر، لذلك نقول هو ضعيف حسب قواعد المحدثين. قال الحافظ ابن حجر صدوق ضعيف الحفظ كثير الغلط، وقال ابن حزم روايته ساقطة مطرحة، قال أبو بكر بن أبي شيبة ضعفه غير واحد، وبعضهم اتهمه بالكذب، ووهنه الحافظ الذهبي كذلك، وذكر ابن الفرضي أنه كان يتسهل في السماع. فرتبة صدوق حسب قواعد التحديث لديهم يطلب له متابعة، فكيف بأنها معارضة بأقوال ثلاث عن مالك؟ كذلك الأمر الإباحة وقول الكراهة وقول التحريم، ولو شئنا لقلنا الكراهة الشديدة، فماذا بعد؟ والله الموفق لكل خير.
رابعا قراءة الفاتحة، قولان في المذهب مشهوران وهما لمالك في المدونة، الأول فرض في الكل والثاني فرض في الجل أي في المعظم، والراجح الأول في الكل فرض في الصلاة المفروضة والنافلة في كل ركعة، وشروطها متعينة لفظا ومعنا وترتيبا، لا تستبدل الفاتحة بلغة قومه، لا يعوضها بمعناها في لغته خلافا للأحناف، ويجب تحريك اللسان بها ولا يشترط إسماع نفسه خلافا للجمهور، لكن الأولى أن يسمع أذنيه خروجا من الخلاف، فلا تجزئ. والأخرس لا يجب عليه القراءة في نفسه ولا تحريك اللسان، بل يستحب خلافا للجمهور. وقراءة الفاتحة للمأموم مندوبة في الركعات السرية ومكروهة في الركعات التي يقرأ بها الإمام جهرا ولو لم يسمع إمامه خلافا للشافعية، إن تركها في أكثر من ركعة فيتمادى ولا يقطع ويسجد السهو القبلي ويعيد الصلاة وجوبا أبدا وهو المشهور، ولو نسيها في ركعة واحدة ولو آية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيكفي سجود السهو القبلي ويعيدها احتياطا وجوبا، أما في الفجر أو الجمعة أو صلاة المسافر قصرا فلا، لأنهم ركعتين بل يعيد الصلاة أبدا. والبسملة فلا يبسمل في الفريضة وهو مشهور المذهب، ويجوز قولها سرا رعاية للخلاف، ولا يحرك بها لسانه، وأن يبدأ بالحمد لله رب العالمين عقب التكبيرة فهو ظاهر المذهب. وإنما كرهت لأنها ليست آية منها وفاقا مع الحنابلة والأحناف خلافا للشافعية، فالشافعية انفردوا بذلك، والاستعاذة كذلك الأمر، فلا يتعوذ سواء قبل الفاتحة أو بعدها. والتأمين، ويندب التأمين ويندب الإصرار به، روى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقولها بل يقولها المأموم لحديث مسلم إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله، ولحديث كان رسول الله إذا قرأ ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته. ومذهب المالكية في التأمين في الصلاة السرية والجهرية للمنفرد والمأموم مطلقا وللإمام في السرية فقط، ويسرون بها، فالمعتمد أنه لا يندب للمأموم في الجهرية خلافا للشافعية. والدعاء لا يقرأ قبل الفاتحة شيء من الأدعية، لا يقرأ قبل الفاتحة شيء من الأدعية كالاستفتاح أو التوجه، وإنما محله قبل تكبيرة الإحرام بعد الإقامة على قول ابن حبيب. وقال ابن رشد وهذا أحسن، فلا يفصل بين تكبيرة الإحرام والفاتحة خلافا للشافعية، وكذلك يكره الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة. ونقل عن ابن عطاء الله أنه نص على أن ذلك متفق عليه عندنا أي في المالكية، ودليلنا على المشهور أنه عمل أهل المدينة، وإن صح الحديث فلم يعملوا به. والعاجز عن قراءة الفاتحة قولان، يقرأ بما يقدر عليه، وإن اللحن بها ينزل
أو ينزل منزلة القادر عليها وهو المعتمد. أما الثاني لا تجوز مطلقا القراءة باللحن، القراءة باللحن، وصاحبها ينزل منزلة العاجز فتسقط عنه، فإن لم يمكنه تعلمها يجب عليه الاقتداء والائتمام بمن يحسنها، فإن لم يجد له إماما سقطت عنه الفاتحة كما يسقط عنه القيام لقراءة الفاتحة وهو المعتمد، فلا يطالب من عجز عنها ولو كان قادرا على القيام بقدر زمن قراءتها، فيصلي منفردا حينها، ويندب له أن يفصل بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع بسكوت يسير أو بذكر لله، ذكر لا إله إلا الله، ولا يجب عليه أن يأتي بذكر بدلها، إنما يستحب وهو أولى خلافا للشافعية. ولا يعوضها في المعنى في لغة قومه، ولا تترجم إلى لغة غير العربية، فهي متعينة باللفظ اتفاقا، ومثل ذلك ما لو قرأ بما نسخت تلاوته من القرآن في الأظهر من المذهب. خامسا، القيام للفاتحة. يجب للإمام والمنفرد، وأما المأموم يجب بلا شرط، فله أن يستند وإن سقط إذا أزيل الشيء، فالإمام أو المنفرد إن جلس أو انحنى حال القراءة بدون عجز أو استند إلى شيء بحيث لو أزيل سقط بطلت صلاته، وإن استند إلى شيء بحيث لو أزيل لم يسقط كره له ذلك، وإن لم يسقط إذا أزيل كره له ذلك وأعاد في الوقت. أما العاجز عن القيام وحده دون شيء يعتمد عليه فيستبدل القيام بما يلي على الترتيب: يصلي جالسا وندب له القعود متربعا وهو جلوس بدل عن القيام ليتميز عن القعود الأصلي الذي هو بين السجدتين والقعود للتشهد حيث يندب فيه التورك. قراءة ما تيسر من القرآن السنة بعد الفاتحة، قراءة سورة من المفصل ولو آية لها معنى مستقل في صلاة الفريضة في الركعتين الأوليين لا في الأخريين من الظهر والعصر والعشاء وثالثة المغرب، فيكفي فيها الفاتحة فتكره، فإنه يقرأ جميع ذلك بالفاتحة فقط، ويكره ترك إكمال السورة أو تكرار السورة، وهو قول ابن عرفة وعند غيره خلاف الأولى، ويكره قراءة سورتين أو سورة أو بعض سورة في ركعة إلا لمأموم، فلا بأس إذا فرغ من قراءة السورة في السرية قبل تكبير الإمام للركوع وهو أحسن من السكوت له، ويكره التنكيس وهو القراءة على غير ترتيب المصحف أو تقسيم السورة في ركعتين فيكون البعض الثاني في الركعة الأولى والبعض الأول في نفس الركعة أو في الركعة الثانية، كذلك الأمر يكره، ولا يكره لو ترك سورة خلافا للأحناف، لو جاء بسورتين في كل ركعة حسب ترتيب المصحف وإن كان بينهما سورة لا خلاف أنها تجزئ خلافا للأحناف، ولا يكره تخصيص صلاته بسورة وملازمتها، ويندب تقصير الركعة الثانية عن الأولى، ويندب القراءة خلف الإمام في القراءة السرية وفي أخيرة المغرب وأخيرتي العشاء، وتطويل القراءة في صلاة الصبح اتفاقا بأن يقرأ فيها من طوال المفصل وأوله الحجرات وآخره النازعات، والقراءة في الظهر تلي القراءة في الصبح من جهة التطويل وإن كانت من طوال المفصل كذلك،
وفي العصر والمغرب من قصار المفصل، وهو من الضحى للناس، وأما في العشاء من أواسط المفصل من عبس إلى الضحى. ويسن الجهر والإسرار في محله، وهو سنة مؤكدة، فإن فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام، سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها، لأنه من السنن المؤكدة فيسجد ولو لواحدة، بخلاف السنن الخفيفة فاثنتان فصاعدا، تكبيرتان تحميدتان، ويعتبر أدنى الجهر فيه.